بعض الناس يتفوه بكلمة علي الحرام أو علي الطلاق، فما حكم هذه الكلمات؟ حسب ما نوى. إذا قال عليه الحرام ويقصد زوجته فإنه يكون طلاقا، يكون طلاقا، لأن الطلاق تحريم أيضا. نعم. صلى الله عليك. يقول السائل: وإن نوى اليمين فهو يمين، إن نوى أنه حلف فهو حلف، وإن نوى أنه طلاق فيكون طلاقا لأنه من كنايات الطلاق. نعم.